السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام، أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. النهارده هنتكلم عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز اللي كشفتها إيمي سمير غانم، وكمان رسالة دنيا لدلال عبد العزيز والراحل سمير غانم. طبعا عارفين ان دلال عبد العزيز لسه متواجدة في المستشفى وحالتها لسه غير مستقرة، وكمان عندها ضيق تنفس حاد وموضوع على جهاز تنفس صناعي لضيق التنفس عندها، وطبعا الرئة اتأثرت رغم سلبية المسحة الكورونا الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز، بس طبعا هي لسه تعبانة. وظهرت الفنانة إيمي سمير غانم وقالت بعض تفاصيل عن حالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. قالت ماما لسه تعبانة، وكمان احنا تعبانين معاها، واحنا على طول متواجدين معاها شفتات الليل والنهار. وقالت ايمي سمير غانم ان هي متواجدة هي ودنيا وحسن الرداد وكمان رامي رضوان جنبها باستمرار. وكشفت الفنانة ايمي سمير غانم عن تفاصيل الحالة للفنانة دلال عبد العزيز، وقالت ان هي لسه حالتها غير مستقرة، وكمان احنا معرفناهاش اي حاجة عن خبر وفاة الفنان سمير غانم، لان الطبيب المعالج صرح وقال ان ما ينفعش ان احنا نعلن خبر وفاة الفنان سمير غانم قدامها، لان خطر على حالتها النفسية وكمان الصحية. وكشفت الفنانة ايمي سمير غانم ان الفنانة دلال عبد العزيز ما اتصابتش بالفطر الاسود، وكمان قالت ان هي ما دخلتش بغيبوبة زي الإشاعة اللي تداولت. الخبر اللي تداول وفعلا طلع إشاعة عن دخول الفنانة دلال عبد العزيز في غيبوبة بعد معرفتها بخبر وفاة الفنان سمير غانم، وأكدت إن هي ما تعرفش بالخبر، وكمان ما تصابتش بالفطر الأسود ولا دخلت في غيبوبة بعد ما عرفت الخبر، لأن هي لسه ما تعرفش الخبر، وده تقرير الأطباء إن هم ما يعرفوهاش أي حاجة عن وفاة الفنان سمير غانم. أما بالنسبة لدنيا سمير غانم فكتبت رسالة للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم على حسابها على الانستجرام، وكانت رسالة مؤثرة جدا، وكتبت فيها ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي، ويشفيك يا مامي يا حبيبتي، ويقويكي، بحبكو قوي قوي، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام، الحمد لله رب العالمين. وانهالت التعليقات بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، والدعاء كمان للفنان سمير غانم بالرحمة والمغفرة على حساب الفنانة دنيا سمير غانم، وكمان طلبت من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، ويكثفوا دعواتهم لأنها فعلا محتاجة إلى الدعوات جمهورها، ومحتاجاهم يقفوا جنبها وخاصة في الفترة دي. الفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.